تحياتي متابعي صفحتنا الكرام، يأتينا كثير من التعليقات بهذا الشكل: ما هي تكلفة مساحة غرفة معينة من الإيبوكسي؟ هنا لابد أن نشير إلى أن موضوع كلمة إيبوكسي هي كلمة عامة تحتوي العديد من الخيارات، فممكن أن يكون طبقة إيبوكسي اعتيادية تدهن بالرول، أو ممكن أن تكون طبقة إيبوكسي نسميه ذات التسوية أو ما يسمى باللغة الإنجليزية سيلف ليفلينج، أو ممكن أن يكون إيبوكسي بطريقة الأرضيات ثلاثية الأبعاد، أي يتم لصق صورة على الأرض ثم تنفيذ طبقة إيبوكسي شفاف، أو ممكن أن يكون إيبوكسي ميتاليك. فعندما يتم السؤال نرجو من حضرتكم تحديد متطلباتكم بالنسبة للإيبوكسي، فهذا له تأثير كبير على السعر. فبعض هذه المنتجات تكلفته بسيطة، وبعض هذه المنتجات تكلفته عالية جدا حسب الشكل وحسب التصميم الذي ترغبون به. ما نود الإشارة إليه هنا أن عملية أو كلمة إيبوكسي لا تعني بالضرورة هو الإيبوكسي الشفاف، فكلمة إيبوكسي تضم عائلة كبيرة جدا من المنتجات، هذه العائلة تتنوع حسب شكل وطبيعة وطرق تنفيذ هذا المنتج. سوف نقوم بتصوير فيديو لاحقا لتوضيح هذه الأنواع، ويكون هذا الفيديو مدعم بالصور لمزيد من الشرح ولمزيد من التوضيح. شكرا